راح تاخذ توقعاتي حسب القوانين العراقيه، وانا مو بصدد اتكلم نيابه عن المحكمه، لكن نعم. كتحليل، كادله، كبراهين، كدراسات، رايي الشخصي وليس القضائي. نعم. دعوه السيد باسم خشان لن تؤخذ بها، لان المحكمه الاتحاديه طرف غير ملزم بما نعم. ادعاه او قدمه. السيد باسم خشان ايضا اثناء جلسه المحكمه الاتحاديه بدا يعطي ادله وبراهين ومواد قانونيه على عدم دستوريه الجلسه، وهذا المنافي لما قدمه. نعم. اللي قدمه السيد محمود المشهداني هو كملخص، اتكلم ويا جنابك، ادعى انه هو كان داير الجلسه واعتبر الجلسه مفتوحه وحدث ما حدث. نعم. وبالتالي القائمين على اداره جلسه مجلس النواب ما استمعوا الى ولا اخذوا رايه، ولكن نعم. اكو ادله وراح اتكلم ويا جنابك بكل صراحه، وهاي يمكن راح اتحمل مسؤوليتها، اكو ادله واكو نعم. تصوير واكو وثائق قدمت إلى المحكمة الاتحادية بأهلية السيد محمود المشهداني لإعادته وإعادته لاستئناف الجلسة، ولكنه تعذر ذلك. والدليل جنابك الكريم بعد خروجه للمستشفى، هذا أحد الأدلة اللي يعني تستاهلين وبرنامجك والمشاهدين أكشفها، أحد الأدلة اللي قدمت الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نقلوه للمستشفى بنص ساعة طلع قاعد هيجي، وبعض القادة السياسيين داير ما يدوره وده يسولف ويضحك. نعم. وبعدين اجت يعني هذه فبركة تعتبرها؟ لا عفوا، انا ما اعتبرها فبركة، لكن شنو يعني انت تقول تتخلف عنه انه يرجع للجلسة، ويعني شنو معناتها؟ لا مو فبركة ست، هو لما تقول اني مصاب التقرير الطبي خلينا نقولها لا انت مفشوخ، لكن هو رفعها لغرض التداول، هذا اللي لا ابدا هو نعم. هو ما قبل اعتذار وما قبل نعم. يرجع للجلسه، وبلغوا الاستاذ الاحتياطي الاول الاستاذ عامر نعم. الفائز نعم. وعامر الفائز قدم مره اول مره اعتذار، ولكن قانونيه مجلس نعم. النواب والامين العام لمجلس النواب طلب منه يقدم اعتذار رسمي، فقدم مره رسميه اعتذار اعتمدتها القانونيه مال مجلس النواب، وبالتالي راحوا الى خالد الدراجي نعم. الذي وافق على اعتذار نعم. الاحتياط الأول نعم. وهكذا نعم.